البصل وصديقه التاني اللي هو الثوم. من 3 لـ5 فصوص ثوم مع طبق السلطة أو طبق الأكل بتاعنا الصبح أو طبق الفول. يعني ممكن لو جربنا نعمل طبق فول، وأنا بقول لمريض السكر أوعى تقعد تهرس في الفول قبل ما تاكله. أنا شخصيا بفضل مريض السكر ياكل الفول بالشوكة أو بالمعلقة، بس عشان يبقى نكهته وطعمه لذيذ جدا. نجرب نحط على طبق الفول معلقة كمون صغيرة وشوية زنجبيل صغيرين، ونحط عليه 5 فصوص ثوم مبشور. الثوم من الحاجات الغنية جدا بالكبريت، وزي ما كنا بنتكلم مع أستاذنا الدكتور محمد سعد إن الكبريت ليه دور مهم جدا 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 في تنشيط البنكرياس. وفكر الروابط اللي بتمنع الأنسولين إن هو ينطلق ويحرق السكر، وليه قدرة أيضا على فتح مستقبلات الأنسولين. الثوم اللي بيحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وخصوصا الثوم المصري بتاعنا، من الحاجات المفيدة جدا بشكله الني. من المشروبات التانية المفيدة لمريض السكر اللي المفروض نبدل بقى الشاي والقهوة والحاجات دي بيها، القرفة والقرنفل. ده مشروب من المشروبات المحفزة والمعرقة والمنشطة للبنكرياس والمخفضة للسكر، وده معمول عليه مجموعة رائعة من الأبحاث في ألمانيا. والحلبة المطحونة والحلبة المطبوخة والحلبة المنبتة ليهم تأثير جميل جدا في تخفيض السكر، ومعروفة من مئات السنين إنها لها تأثير مخفض ورائع جدا على مريض السكر.